السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم خوتي. اليوم جيت نوريكم وين كاين، نحكي لكم على اساسين كريد اوديسي اللي معروفة. كاين ناس بزاف حفصوا في واحد الميسيونات، راح نوريكم بعض من الميسيون. واش من ميسيون نوريكم، راح نوريكم وين نلقاو القطع الاثرية الخاصة بأطلانتس. تابعونا الان. اول حاجة لازم نحوسوا نقولوا لها كاينين القطع الاثريه في اماكن معينه. اول بلاصه هي ميريسيا اللي راح نلقاو فيه دومينيتور. ميريسيا ميسارا ايوه، هو اسمها ميسارا، نلقاو فيه دومينيتور. دومينيتور نلقاو هنا. لازم نعقبوا دي ميسيونات شاك ميسيون باش نلقاو دومينيتور. هنا نلقاو دي ميسيونات كما نقولوا فرعيه، نعقبوهم نورمال، نفوتوهم من هادو لي ميسيون باش نقدرو على لي مينيتور. بعد نوريكم الفيديو كيفاه قضيت على المينيتور. ثاني حاجة كاين سفينيكس هذا ماشي نقضو عليه، ولكن يعطينا أسئلة كيما نقولو وحنا نجاوبو عليها. أزبط شوف الراس فينيكس وين جاي وين جاي إكزاكت، راني مش شفيتش مليح. ها هذا بعبد المتحجر، هذه أوديسيا الله يسمو، هذيك تاع الأفعى اللي تحجر سفينيكس الله. باش نلقاو سفينيكس نلقاو هنايا في بويتينا، يعني حذا مراب كوبيسيا هذا الآخر، وراح يكون هنا. راح تكون لازم تفوت ميسيون اسمها حلي هذه الأحجية، أحجية سفينيكس، وهي أسطورة سفينيكس. هنا يعني نلقاو سفينيكس. بالنسبة سموه العارين الكائن الخرافي هذاك نلقاو في ديك الجزيرة اللي وريتكم قبيلة. هنا وحده هنا كاين كائن خرافي، باش نلقاوه لازمنا نحلو لي ميسيون واحد اخرين، دي ميسيون في كافير. هنا يلاه علم في كافير كاين بعض لي ميسيون لازم نفتحوهم. كي تكمل لي ميسيون هذه في كثير راح تلقى يديك ديريكت لهاد البلاصة تاع العارين الكائن الخرافي هذا. ما ممكن ما نقدرش ندير لكم عليه فيديو باسكو ما سجلتش اني قاتلت معاه، خليته يعني كي جيت نفوت في لا ميسيون ما فوقتش باللي راني لقيت روحي حدا الاسطورة تاع الاخر باش نسجل لكم الفيديو. بالنسبة لأسطورة أوديسيا الله اسمها أوديسيا الآخر، هنا تاع الكعارين الغابة المتحجرة ولا شو اسمها معبد المتحجر هنا ثاني، لكن دي ميسيون هنايا يحكوا لك عليهم. تفوت هاد لي ميسيون يدوك لهاد البلاصة ديريكت وتفوتها. معليش دوكا نوريكم بعض اللقطات كيف قتلنا هادو لي ميسيون، كيف قتلنا وكيف تواجهنا مع هاد الكائن الخرافيين. نبداو مع اولا مع مونيتور، بعد نمشي لكم مع لي ميسيون الاخرين. دومينيتور مونيتور نمو هذا نوري لكم الفيديو، تابعونا الان بعد فاصل. هذا هو دومينيتور اللي انا نتكلم عليه. وكنشوفو كيفاه رايحين نقتلوه ونقضوا عليه. تابعونا. Well, they want to knock us a minute over. Here we go. No!
I killed the Minotaur. Mother will be so proud. Minotaur is dead. Thanks for your help, Ardos. Where's Petter? I searched the labyrinth, and I didn't see any sign of him. What? You didn't look hard enough. Maybe he got out. That's why you couldn't find him. Ardos. He's not coming back. You said you looked, right? And if you couldn't find him, he must have made it out. A crack in the wall. Or, you know, he climbed out, the way you went in, yeah? No. Your pater loved you. If he got out, he'd have come to see you. I'm afraid I'll forget him. I don't want to forget him. I'm sorry. There's nothing more I can do for you. Still, you tried. Thank you, Mistios. We should get out of here. What will you do now? I don't know, Mistios. Without Pater, I don't know. Maybe you can figure it out together. Ardos. Remember, you're never alone. There will always be people who care. Stay out of trouble, boy. You know I can promise you that. I'll make sure of it, Mistios. Thank you. Let's head home first. Maybe something there will help us find your pater. Home? Yes, our home. Let's go. عشان تطلع السفينكس أو مهمة السفينكس لازم تفتح أتلانتس اللي هي مهمة إرث عائلة، وأنا نزلت له مقطع قبل هذا وراح أحط المقطع في الديسكريبشن، مقطع كيف تفتح أتلانتس. بعد ما تفتح أتلانتس راح تطلع لك المهمة هذه، بعدين المهمة هذه تيجي هنا شو ما كان هنا. المهمة جدا واضحة، لكن متى تطلع لك لازم تفتح أتلانتس، هذا أهم شيء. طيب نجي هنا الحين. هذا هو المكان السفينكس. شو الصنم حقه؟ هذا الصنم حقه واضح. نكلم ذا شو عنده. My name is Gorgias and I have spent my life researching. I'm looking for... yes, I know. Where is it? I'll find your apprentice. Thank you. Where was we? طيب الحين هذا يعطينا مهمة نساعد صاحبه. شو المهمة فين؟ المهم هذه قريبة، تبعد عنا 100 متر حتى، جدا جدا قريبة. لازم نقتل حيوان ألفا. فينه؟ أيوه هذا الأسد متسدح، هو أكل شو اسمه رجال وأكل القطعة، فلازم أجيب القطعة. يعني لازم أقتل عشان أخذ القطعة. طيب مات، ناخذ القطعة. هذه القطعة شايفينها. الحين نرجع لمكاننا الأول. طيب إيش سالفة السفينكس؟ السفينكس ما تحاربه، السفينكس تسألك ثلاث أسئلة، جاوبتها صحيح تفوز عليها بكل بساطة. طبعا هي الغاز، جاوبها وتفوز. طيب إيش المشكلة؟ المشكلة إذا مت، إذا يعني جاوبت غلط راح تموت. لو جاوبت غلط على سؤال واحد تموت، وإذا مت رجعت مرة ثانية الأسئلة تتغير وزي كذا، تمام. لكن هي ما تتعدى 12 سؤال، هي ما تتعدى 12 سؤال، وراح احط لكم الاجابات قدامكم، اجابات الاسئله كلها. وصلت لها الحين، ما اقدر افعلها الا في الليل، خلاص احول الوقت الى ليل، اعلق على زر اللمس. تمام الحين تطلع لنا.
هذه حلول الألغاز قدامكم: النجوم، شجرة، سمك، طير الطنان، الشمس، الذاكرة، القمر، الجبل، العنكبوت، الوقت، الموت، النهر. ممكن تختلف بعضها فيها التعريف وبعضها ما فيها. طائر الطنان ماني متأكد من اسمه، لكن عموما إذا جاك طائر اختاره. الإجابات بينها فرق. هي أصلا ألغازها جدا سهلة، يعني لغزها جدا جدا واضح، لكن متى تعدى الإجابات هذه زي ما قلت يطلع لك أي خيارات فيها أحد الإجابات هذه على طول اختاره، تمام؟ بعدين إذا اخترت الإجابات حقتك احفظها بالترتيب، أفضل شيء بالترتيب. أنا بصراحة ما جربت، لكن أفضل شيء بالترتيب. الآن تشوفونه قدامكم. What are you? The Sphinx, the guardian of truth and knowledge. Why are you here? The gods sent me to protect something, and I've been its guardian ever since. I came here for another reason. Oh, then tell me, little one, why are you here? I've come to end you and take your power. Many before you have tried. All have failed. I won't. While it would amuse me to see you try, harming me will not give you what you seek. The only way to acquire the power I possess is to impress me with your mind. Sounds simple enough. If you are correct, I will surrender that which I guard. If you are wrong, I shall end you. أعطتنا أول لغز، واضح إن الجبل يعني جدا واضح. جبل، شفت بعض ما فيه إلا التعريف، أنا حطيت التعريف فوق. عموما هي نفسها واضحة. جبل. How fascinating! I create my lair with earthen string and dispatch my prey with a biting sting. A spider. Good thinking, little one. Never resting, never still. Moving silently from hill to hill. It does not walk, run, or trot. All is cool where it is not. It's the sun. Your perception is admirable. You are an interesting one. الآن نحفظ الإجابات اللي خذناها، اللي هي الجبل، عنكبوت، والشمس. ناخذها بالترتيب. اشوفوا كلها ولعت الاعمده، شوف الاعمده اللي ولعت هذه. الان ندور على صوره الجبل. اول شيء عندنا العنكبوت، لا العنكبوت اخترناه، لكن لا باخذها بالترتيب اضمن. هذا الجبل، هذا العنكبوت، فين الشمس؟ اكيد انها هناك. ايوه هذا الشمس. خلاص الحين نرجع لها. هنا بالنسبة لموديسيا، موديسيا يسموها موديسيا، نشوفوا هنا كيف راح ينقضوا عليها. نتابع الفيديو إلى الآخر. Ah!
Thank you.
must have picked up the artifact and transformed into that creature. بالنسبة لهنايا نمامو رانا كملنا القطعة الأربعة، راح نوري لكم فيديو واحد اخر ان شاء الله يكون فيه وين نروحوا لإرث العائلة او أطلانتس ونفتحوا الباب تاع أطلانتس. الى هنا نأتي الى ختام الفيديو، ونشكركم على متابعة الفيديو، ولا تنسى الضغط على لايك اذا عجبك الفيديو، واذا كنت جديدا في القناة ندعوك الى الاشتراك في القناة. معكم لطفي من قناة نطفي تاك، إلى اللقاء.